وسهلا فيكم مشاهدينا، رجعنا لكم باستضافة اليوم. استضافتنا الأدبية مميزة لشابة أردنية يعني في مقتبل العمر تعكس طموحات الشباب وأفكار الشباب أيضا. اليوم عم نحكي مع الكاتبة لرواية وتأويله شغف، يعني وتأويله الشغف رواية تتحدث عن الوطن، تتحدث عن الدين وتتحدث عن الحب في هرم. يعني أبدعت الكاتبة من خلال تصميم روايتها ويعني لاقت استحسان من الناس اللي قرأوا الكتاب والناس الذين أيضا أبدوا النقد الأدبي بالكتاب. أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم ألاء أقطشات. أهلا فيكي وصباحك وطن يا ربي. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يعني ألاء، إحنا عم نحكي عن رواية بعدها جديدة، الناس لما قرأوا الملخص أو بعض المقاطع من الرواية شافوا أنك عم تحكي عن هرم، هو هرم عبارة عن الوطن والدين والحب. قديه هذا الهرم هو عن جد المكون الأساسي لمجتمعنا، وكيف قدرتي تختاريه وتخلطيه برواية واحدة؟ صراحة هذا الهرم بعتبره الثالوث المباح. أنا بسميه الثالوث المباح في حالة واحدة إذا طلعنا عليه من زاوية إيجابية وزاوية موسيقية. جاءت هاي الرواية باعتبار أنه لدي قناعة أن تكون عربياً أو أن تولد عربياً أي أن تكون عاطفياً بالفطرة. فقررت إحنا ملينا شوي من الأغاني اللي بتحكي عن الحلم العربي، الضمير العربي. صحيح. فقررت أتجه للكتابة وأحكي عن هاي القضايا أو هاي المفاهيم وأحاكيها بطريقة سردية عن طريق قصة الحب. هي رواية فكرتها الأساسية قصة حب، ولكن تتسلل إلى اللاوعي لدى القارئ وبتحاكي القضايا الثالوث المباح، الدين، الوطن، والشجن. والشجن يعني هم مقفاة بالنون، الدين والوطن والشجن، وعم بتحاكيهم بأسلوب اللاوعي. عم نحكي عن المواطن العربي هو عاطفي بالفطرة. العاطفة بينت معنا بعنوان الرواية وهي تأويله الشغف. بدي أعرف ليه اخترتي الشغف؟ يعني في إلها كتير مصطلحات الناس بتعتقد إنها مرادفة، إحنا بنعرف إنها غير مرادفة، مثل صحيح. الحب والشجن وغيره من المصطلحات. احكي لي عن الشغف تحديداً. صراحة العنوان دائماً المعنى في بطن الشاعر، ولكن كعنوان لأي عمل أدبي أعتقد أحياناً أو أشعر أنه ينجب بالفطرة. يعني لما تخلصي العمل الأدبي بتحسي أنه بيجي لحاله العنوان، ولكن لما أنجبت هذا العنوان وتأويله الشغف، الشغف هي درجة من درجات الحب. في القرآن الكريم يقول الله تعالى قد شغفها حبا، لم يقل أحبها إلى آخره. الشغف لغويا هي من شغاف القلب، الطبقة التي تغطي القلب. ولكن في القصة أو في الرواية الشغف أعرفه بأنه هي لغة بحد ذاتها، يعني وصف للكمال دون الله. حلو. يعني شيء لا أستطيع وصفه صراحة. حلو. أو التأويل، كلمة التأويل يظنها الناس أنها كالتفسير، ولكن صراحة التفسير هي مرادف لكلمة الشرح. التأويل تندرج تحتها عناصر عدة، المدة الزمنية اللي هي تطول، ونبئني بما لم أستطع عليه صبرا، ونبئني بتأويل ما لم أستطع عليه صبرا. صحيح. أيضا يندرج تحتها الغموض، فاخترت العنوان أنه يكون في غموض يكتشف سبره القارئ ريثما يقرأ الرواية. لا يعني روايتك صراحة هي بتكون عبارة عن عدة عناصر، من خلينا نحكي عن الثالوث المباح اللي أنت عم تحكي عنه، نروح على كمان الشخصيات الرواية واختيارك لشخصيات الرواية، وطبعا بدي أركز على الشخصية اللي هي الأنا داخل الرواية. بدي تحكي لي شوي عنهم، عن اختيارهم وأيضا عن اختيار الأسماء. برجع بعيد إنه دائما أيضا الشخصيات أو الأسماء في الـ في الـ في الـ في الرواية أو بالعمل الأدبي أيضا أحيانا ينجبون بالفطرة. هناك ثلاثة شخصيات بالرواية. أحمد هو ذاك الشاب اليافع ذو 70 عاما وزهرة لوز. حلو. وهناك أيضا الهو بين قوسين، اخترت أن يكنى بهو.
وهو الشاب الأرثوذكسي المسيحي، وأيضا أنا بين قوسين تقمصت شخصية الأنثى التي في الرواية، وتقمصت لغتها ولسانها، يعني أحكي بلسانها. حلو. الأنثى هنا أيضا الشخصيات تم اختيارهم حتى يمثلوا الثالوث المباح. هو الشاب المسيحي الأرثوذكسي، اخترته حتى أحاكي قضية التعايش بين الأديان، الدين الإسلامي والدين المسيحي. هو يقرأ القرآن وهو مسيحي، وهي تقرأ الإنجيل وهي مسلمة. حلو. وأحمد اخترت أن يسمى بأحمد لعدة أسباب. السبب الأول، أحياناً أو في الوقت الحالي في بعض المطارات العربية في مرات بيوقفوك إذا كان اسم الشاب معاوية، إنه لأبعاد طائفية. صحيح. فأحمد هو الاسم الشائع. فما في مشاكل عليه. ثاني شيء، له دلالة دينية لطيفة جداً، وله دلالة لغوية جداً لطيفة. وثالث سبب، تعمد يعني سبب شخصي لإلي، أكثر مقطوعة موسيقية بحبها لعمر خيرت، وهي قضية العم أحمد. فاخترت الاسم. فاخترت اسم أحمد. تمام. هلا بقرأ روايتك وبيمشي بين صفحاتها، بلاحظ أنها هي وليدة اللحظة، ولكن تحكي عن واقع شارع أردني عشناه، ومنها قضايا سياسية. إذا بتحكي لي شوي، روايتك بتعكس وبتتطرق لبعض الوقائع السياسية اللي عاصرناها. صحيح. بآخر سنة. صحيح. أو سنة ونص تقريبا بالأردن. صحيح. احكي لي شوي عن الوقائع السياسية اللي أنت كنت متقصدة أنك تبينيها بالرواية بشكل غير مباشر. هلأ بدءا في كانت قضية، طبعا القضية الفلسطينية، كاتبة أردنية تكتب عن فلسطين. جميل. قصدت أني أنبذ العنصرية هون. تحدثت عن يافا، كاتبة ولدت في الأردن لكنها لم ترى فلسطين. ومدينتها المفضلة يافا، فكتبت عن يافا. القضايا اللي تطرقت لها طبعا ناهض حتر، قضية ناهض. جميل. حتر وعد بلفور. لأنه في ناس كتير عم بنسوا تاريخنا، فطرقت لهذا الموضوع. قضايا كتير عم تستجد، مثل ذكر قضية سوريا إلى آخره. الربيع العربي بطريقة. صحيح. أدبية، ومعكست قضية الشرق الأوسط بجملة بسيطة. إنه كلا منا داخلنا شرق أوسط. صحيح. إنه عم نعيش بفوضى بشكل عام. صحيح. فمن هاي القضايا اللي طرقت لها. يعني صراحة كتير حلو إنه نشوف كل هاي القضايا موجودة بطريقة بلغة حب بالرواية. احكي لي عن لغة الحب. صراحة احنا كتير من الروايات اللي طلعت لها علاقة بالحب وكانت سردية بطريقة حب، الناس صارت تحسها انه انا مش قادرة اكمل للآخر، لانه شوي الاسلوب بيكون اخر شيء ممل. انت روايتك صدقا بقرأها من اول صفحة لاخر صفحة، هي رواية بتشدك تكمل، مع انها هي عم تستخدم اسلوب حب وتتحدث عن السياسة. كيف قدرت تستخدم اسلوب الحب هذا اللي بيخلي الناس تشدك انك تقرأ للآخر؟ صراحة اللغة دائما هي أساس الوجود. يقول في فيلسوف ألماني اسمه مارتن هيدجر، عم بيحكي في اقتباس له، بيحكي إن الكلمات والمصطلحات تصنع نفسها من خلالنا. صح. فكأي مواطن عربي أنا بداخلي حب وحرب ودين وقضايا دين، خاصة في الوقت الحالي قضايا وطن، قضايا شجن. طبيعي إنه لغتي تعكس الواقع اللي أنا بعيشه داخلي. صح. وشيء تاني صراحة، الكتابة والوطن دائما مرتبطين مع بعض. مزبوط. والكتابة والوطن برأيي اثنيناتهم ما بيخونوا. صح. يعني هو الشيء الوحيد اللي بشوفه الكتابة والوطن، كلاهما لا يخون ودائما مرتبطين ببعض. الكتابة بتطلع من الوجع، ودائما الواحد وجعه وطنه، وخاصة بالأحداث اللي احنا عم بنمر فيها. صحيح. بالشرق الأوسط. مزبوط. صحيح. طيب هلا اشي تاني لفتني، اول شيء المفتاح اللي بإيدك. تمام. تاني شيء نفس المفتاح انا عم بشوفه على الكفر
تبع الرواية. يعني غلاف الرواية موجود عليها مفتاح صغير، فاحكي لي أكثر إنه إيش ليش استخدمتي هذا المفتاح؟ رسمتي يمكن بيكون واضح معنا هي هون، ليه استخدمتي المفتاح وليه عن جد إنه أنا حسيته مأثر فيك، لأنه حتى بسوارتك وبالساعة وعلى الموبايل بدي أعرف ليه مفتاح؟ ما في بداية ما بتبدأ بمفتاح. السعادة إلى مفتاح. الوطن إلى مفتاح. الدين، لو الدين الفهم الصحيح للدين هو المفتاح. صح. الحزن إلى مفتاح. لما بدنا نسكر حتى الحزن ونقفل عليه إلى مفتاح. مزبوط. كل بداية ونهاية إلى مفتاح. فالمفتاح هو الاستحضار الأول لأي شيء بالوجود. فانت اخذتي خلينا نحكي تميمه لهذا الكتاب حطيتيه على الغلاف. صحيح. طيب الاء، عم نحكي عن المفاتيح وانت عم بتدرسي طلاب، واتوقع انه اي طالب بيكون معلمه او دكتوره بالجامعه او المحاضر تبعه بيعطيه مفاتيح للدنيا. عم تحكي لي كنا قبل الفقره بالفاصل انه قد ايه هذا الجيل عم بحس بالضياع من اللي انت عم بتشوفيه. صحيح. بدي تحكي لي عن هذا الجيل وقد ايه هو متاثر ادبيا او قد ايه هو بعيد عن الادب بنفس الوقت، وقد ايه كمان في عقبات وصعوبات عم بتواجهه من الناحيه الادبيه وكتابه الروايات. صراحه الجيل عندنا جيل كثير واعي، كثير في طاقه ابداع لا تتخيليها، ولكن المشكله تكمن او المشكله الرئيسيه التي تكمن ومن ضمن المشاكل اللي واجهتها انه الجيل الكبار عم بياثر عليه، عم بلغوا ابداعه، مش عم بيشجعوه. فمش المشكله بجيل الشباب، المشكله بالجيل اللي اكبر. بالضبط. كنا عم نحكي كمان عن معاناة الكاتب اللي بيكون صغير بالعمر، لانه احنا عندنا هون دور النشر عم تتعامل مع اسماء. صحيح. يعني على الاسم هي عم تشتري الكتاب او عم ترضى انها تسوقه وتنشره. صحيح. حكي لي شوي قد ايه واجهتي تعب ومعاناه بنشر هذا الكتاب، او بشكل عام الكاتب الاردني قد ايه لازم يتعب ليلاقي دور نشر تتبنى عمله؟ صراحه رح يتعب كثير برايي اذا ما بيعرف ناس حتى بهاي النقطه. يعني انا بشكر الكاتب وائل الفاعوري وبشكر دار المناهج اللي دعمت هذا الكتاب كأول كالمولود الأول لإلي. صراحة صفت العملية عملية تجارية. أنا بعرفك، بعرف اسمك، أوكي بنشر لك بدون ما أقرأ لك. صحيح. أما لما تدخلي على دار النشر تقولي له أنا لدي عمل كتابي وهذا هو مولودي الأول، رح يقول لك الله معك، مع السلامة. صراحة. بدون ما يقرأ وبدون ما ينقضه. بدون قراءة. صحيح. على بنحكي على التعامل مع دور النشر، كنت حكيتي لي انه كان في عندك اسم اخر للروايه وبالاخر استقريتي على وتاويله الشغف. لما نشوف المواضيع الحساسه اللي بتتطرقي لها روايتك وخاصه بعلاقه حب بين يعني بين شخصين متباعدي الاقطاب وهو المسيحي والمسلمه، يعني بدي تحكي لي شوي كيف قدرت تقنعي دور النشر بفكرتك؟ طبعا انا بالنسبه لي بس قرات ملخص الروايه، وقبل قراءه الروايه الواحد بيكون كثير انشد ليقرا الروايه. بدي اعرف شو كانت رده فعل دور النشر على قصه عن جد حساسه شوي طرحتيها من خلال روايتك. عن بعد دور النشر صراحه ما تطرقوا للقراءه اصلا لانه كان اول عمل ادبي لي. لكن دار النشر اللي اختار ينشر لي اياها، وطبعا دار المناهج وبشكرهم مره اخرى، تناولوا الموضوع لانه بتناول مره اخرى قضيه الثالوث المباح. انه احنا بنادي بالتعايش، مش بس التسامح. التسامح أنا بشبهه كأني عم بسلم عليك وخلاص وبمشي. أما التعايش أني أحكي معك، أقعد معك، أحضنك، أتفاهم معك، هذا هو التعايش. حلو. فلأنه عم نلمس قضايا الوطن وقضايا الدين، فتبنوا الفكرة بكل صدر رحب. أدي كان لازم تعرفي شوية تفاصيل عن المسيحية والتعايش والتسامح اللي احنا دائما بنشوفه بالكنائس المسيحيه عشان تقدري تعرضيه بالكتاب بطريقه عن جد بسيطه وبتعكس الواقع السليم للكنائس، وخاصه الكنائس عندنا عن جد دائما هي اذا كانت هي الصوره هي في صوره مشرقه للتسامح والتعايش والسلام. صراحه انا مثل ما بالروايه موجود
دائما بقرأ الإنجيل مع القرآن يعني، وهذا الإشي بشكر أهلي إنه ما عندنا هاي العقد الدينية، وكونه جيراننا الأقرب لإلنا يعني بمثابة أهلي كمان مسيحيين، فالتعايش موجود. ومنروح على كنائس كمان مع مبادرات، المبادرة المتحدة للأديان كمان. فيعني هذا الإشي خلص عايشينه، وصراحة جو الأردن سامح لنا بهذا الإشي يعني، جو التعايش، جو التسامح، فهذا الإشي كله رصف الطريق إنه يساعد في كتابة الرواية. طيب احكي لي هلأ على عن جد بدايات الرواية والفكرة، يعني الناس أيام تسأل إنه أنا إذا بدي أكتب رواية لازم يكون عندي فكرة جاهزة ولا الورق بيفتح ورق، فإحنا بدنا نعرف شوي كيف إجتك الفكرة تبعت الرواية، وكمان كيف قدرت تكمليها وتوصلي للخاتمة تبعتها. بدت فكرة الرواية إنه لا يوجد رواية أصلاً، عبارة عن خواطر. صراحة كان في مشروع لكتاب ولكن أرجأته إلى أن أنهي الرواية. بدأت أكتب خواطر ومؤرخة، توالت الأحداث وتحول الخيال إلى وهم، أي واقع أعيشه في خيالي، فولدت هذه الرواية. طيب يعني أخيراً بدي أعرف إيش بيميز روايتك ألا يعني وتأويله الشغف عن باقي الروايات اللي إحنا قرأناها وتعودنا يمكن على مواضيعها؟ صراحة النقاد أو القراء اللي قرأوها وثمنوا على بعض النقاط فيها كان استحضارها بمنحى جديد. مثلا الخاتمة كانت شوي مختلفة بطابع مختلف، طريقة السرد، سرد المادة الروائية تحت عنوان كل فصل هناك موقف أستذكره مع البطل، وأيضا في طريق خلال سرد المادة الروائية والأحداث لكل حدث هنالك عنوان، ممكن يكون جملة من أغنية مثل وحدهم بيبقوا، وهناك تاريخ، فالأحداث مؤرخة وأيضا لها عنوان، فهون كان في شوية تغيير عن طريقة سرد الرواية التقليدية. والتواريخ ما كانت مقرونة بسنين، يعني هي كانت عبارة عن أيام وأشهر. أيام وأشهر إلى حد ما، يعني بتفاصيل الرواية ممكن يتغير هذا الإشي. تمام. ألا اغتشات يعني شكراً لإلك، وشكراً على هذا الإنتاج الأدبي. احنا بنتمنى لك كل التوفيق، وإن شاء الله كمان روايات وروايات وتقدم أكثر وأكثر من هيك. ومشاهدينا مع ألا اغتشات ومع الوطن والدين والشجن بننهي يعني حلقتنا لليوم، حلقة كانت مميزة وأكيد تميزت أكثر بضيوفها. نتمنى أن نلاقيكم بكرة إن شاء الله على خير بثلاث ساعات كما عودناكم من الساعة 7 إلى 10 صباحا، ونختتم مع مقولة اليوم. تقول مقولة اليوم: المهزوم إذا ابتسم أفقد المنتصر لذة الفوز. يعني إلى اللقاء ودمتم بخير.